أهلا بكم. لماذا اقتصرت مشاركة العراقيين في انتخابات مجالس المحافظات على نسبة مخجلة لتجار العملية السياسية والنظام السياسي القائم في العراق، وهي من 7 إلى 10% فقط؟ إلى هذا الحد لا توجد ثقة لدى الشارع العراقي بالانتخابات وبالنظام السياسي وبمجالس المحافظات وإلى ولكن أليس لدى العراقيين الحق بمقاطعة الانتخابات لأنها أنتجت نفس الوجوه السياسية المتورطة بملفات الفساد؟ هل هو هذا النظام السياسي الذي روجت له واشنطن وحملته منذ عام 2003 مدللا على سبطانات الدبابات، واحتلت العراق وهجرت الملايين خارج العراق وتسببت بنزوح الملايين داخل العراق وتسببت بعمليات تهجير مليونية على أيدي الأنظمة المتتالية من الحكومات المتعاقبة، وغيب مئات الآلاف من العراقيين، كل ذلك من أجل إقامة هكذا نظام عاري عن كل ما تحمله كلمة نظام من معنى، بل هو أقرب إلى تسمية فوضى الفساد الخلاقة. أليس من الحق أن ننصف القوى الرافضة للعملية السياسية والرافضة للنظام السياسي الذي جاء به الاحتلال الأمريكي؟ أليس من الحق أن ننصف هيئة علماء المسلمين التي لم تنطق سوى بالحق في رؤيتها لهذا النظام، حيث إن خيار المقاطعة الذي انتهجته الهيئة منذ تأسيس العملية السياسية ينطلق من الوعي بأن كل ما بني على باطل من قبل الاحتلال الأمريكي فهو باطل، حيث أن النظام السياسي لن يؤدي إلى أي تغيير إيجابي. فيما أعلنت عشائر عراقية مقاطعتها لانتخابات مجالس المحافظات كونها تشكل باباً من أبواب الفساد وترسخ الطائفية وتمزق النسيج الاجتماعي العراقي، هذا الموضوع نناقشه مع ضيوفي في هذه الحلقة. الأستاذ عبد القادر النايل، عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي، ضيفي عبر سكايب. مرحبا بك أستاذ عبد القادر. أهلا وسهلا بك وبضيوفك الأفاضل. وأيضا أرحب بالأستاذ طامي المجمعي، المتحدث الرسمي لمجلس أعيان وشيوخ عشائر صلاح الدين، ضيفي عبر الهاتف. شيخ طامي، مرحبا بك. أهلا وسهلا بك وبضيفك الأكارم. وأرحب بالأستاذ فايز الشاووش، المتحدث الرسمي باسم مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية، ضيفي عبر الهاتف. أستاذ فايز، مرحبا بك. إذن مرحبا بضيوفي الكرام. إذن مشاهدي الكرام، نتابع سويا هذا التقرير ثم نبدأ بالحوار، كونوا معنا. بعد سباق وصراع الأحزاب والميليشيات على المناصب والمكاسب في انتخابات مجالس المحافظات بالعراق التي كشفت عن مقاطعة كبيرة لهذه الانتخابات، حيث تراوحت نسب المشاركة بين 7 إلى 10% فقط لعدم ثقة الشارع العراقي بالانتخابات وتكرار ذات الوجوه السياسية المتورطة بملفات الفساد. نحن مقاطعون انتخابات مجلس محافظة البصرة. كلا للفاسدين، كلا للذين يؤخرون البلد وتطور البلد. نحن نرفض جملة وتفصيلة انتخابات مجالس المحافظات لأنها لا جدوى منها. رافق هذه الانتخابات خروقات كثيرة كتسجيل عشرات الآلاف من أوراق الاقتراع الباطلة بحسب شبكة شمس لمراقبة الانتخابات، فضلاً عن قيام مرشحين بشراء الأصوات، فيما قام آخرون بممارسة ضغوط على الناخبين للإدلاء بأصواتهم لصالح تحالفات بعينها، فيما أشارت إلى تسجيل نحو 200 خرق والحصول على عشرات الوثائق والتسجيلات التي تبين أن المسؤولين أجبروا القوات الأمنية على الإدلاء بأصواتهم خلال الاقتراع الخاص. المقاطعة الشعبية للانتخابات لم تقتصر على فئة الشباب، ولكنها الشيء الأبرز
وهو دليل على أن العملية السياسية وبعد كل هذه السنوات لم تقنع فئة الشباب، بحسب الدكتور مثنى حارث الظاري مسؤول القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق، الذي أكد أن خيار المقاطعة الذي انتهجته هيئة علماء المسلمين في العراق منذ تأسيس العملية السياسية الحالية ينطلق من الوعي بأن أي عملية سياسية ناجمة عن النظام السياسي القائم في العراق لن تؤدي إلى أي تغيير إيجابي في المشهد العراقي، وإنما هي باطل بني على باطل. فيما أعلنت عشائر عراقية مقاطعتها لانتخابات مجالس المحافظات كونها تشكل باباً من أبواب الفساد وترسخ الطائفية وتساهم في تمزيق النسيج العراقي وهدم أواصر المجتمع، فضلاً عن عدم وجود أي برنامج خدمي واضح، ما يؤكد استمرار الأحزاب السياسية وميليشياتها وحرصها على المناصب وسرقة الأموال دون الالتفات إلى معاناة العراقيين. إذن أبدأ معك أستاذ عبد القادر النايل، عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي. لماذا من وجهة نظرك يعني جاءت نسبة المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات في العراق متدنية جدا من 7 إلى 10%؟ تحية لك وأسعد الله مساءك ومساء مشاهدي قناة الرافدين الفضائية وضيوفك الأعزاء، حياكم الله. شيء أصدر الستار طبعا على انتخابات مجالس المحافظات وشهدت مقاطعة شعبية واسعة وكبيرة تماما، يعني أثبتتها الأرقام. الدليل الأول بالانتخابات القوات الأمنية والعسكرية التي قاطعت الانتخابات بنسبة كبيرة، وكما تعلم أن هذه القوات يعني تعمل بالأمرة العسكرية وتحت سطوة الدولة، ويمكن إجبارها للذهاب إلى مراكز الانتخابات كما أجبر بعض الأطراف السياسية هذه القوات لأنها منتمية إليهم بطريقة دمج الميليشيات بالقوات العسكرية، وجرى انتخاب قوائم معينة. رغم كل هذا الضغط الكبير ورغم أن هؤلاء منتسبين معلومين يعني قاطعوا بنسبة 60% الانتخابات منهم ولم يذهبوا إلى الانتخابات، وأيضا كشفت للعراقيين تبعية هذه الأجهزة عندما تثقف وعندما تنتمي إلى أطراف سياسية، بمعنى أننا أمام مؤسسة عسكرية مفككة لصالح الأطراف السياسية. رغم كل هذا هناك مقاطعة عسكرية. نأتي إلى الشق المدني. الشق المدني بالتأكيد هناك وعي وإدراك للعراقيين يعني قل نظيره، وبالتالي هذا الوعي والإدراك تحقق في الانتخابات البرلمانية الماضية عندما اعترفوا بعد عدة أشهر السلطات الحكومية والأحزاب التي الآن تتشكل من الحكومة وعلى رأسهم المالكي بأن الانتخابات وصلت إلى 17% فقط إلى 19%. هذا يؤكد تماما أن أنا مرحلة جديدة أخرى من الوعي، رغم كل التطبيل الإعلامي وعمليات الضخ مال السياسي الفاسد المسروق من العراقيين وإقامة مؤتمرات انتخابية ادعى منظموها على أن هؤلاء جماهيرهم، وبالتالي استخدموا فيها الأوراق الطائفية والأوراق العشائرية بحيث باتت كل الأحزاب السياسية المشاركة في النظام والميليشيات تعتمد على ترشيح ابن شيخ العشيرة أو شيخ العشيرة من أجل كسب أصوات و للذهاب إلى مشاركة أكبر عدد ممكن من الناس في الانتخابات، رغم أنها محسومة بين هذه الأحزاب السياسية التي تتوزع فيما بينها، يعني لا توجد هناك أحزاب منافسة لهم، لكن أرادوا أن يعطون صبغة للعالم بأن هذه الانتخابات جرت بمشاركة فاعلة من الشعب العراقي. فبالتالي حقيقة حتى ما يسجل أيضا على هذه الانتخابات أننا أمام لا يوجد شيخ عشيرة أو ابن شيخ عشيرة فاز في هذه الانتخابات. إذن نتكلم عن وعي كبير بحيث أن العشائرية لم تجدي نفعا في إقناع المواطن العراقي بالذهاب إلى الانتخابات. إذن أين وصلنا من الوعي؟ وصلنا إلى قمة من الإدراك، ولذلك كانت المقاطعة مقاطعة صاحبة مشروع وليس مقاطعة عبثية للعراقيين، لأن كل الأمور التي
تم استحضارها من أجل دفع الناس للمشاركة لم تجدي نفعا، وبالتالي هذا يعكس حقيقة على أن العراقيون باتوا قد قطعوا أمرهم على أن العملية السياسية هي المشكلة بذاتها، ولا يمكن لهم أن يفكرون في يوم من الأيام أن تكون حلا. وبالتالي نأتي إلى مجالس المحافظات التي أصلا العراقيين غير مقتنعين بها، فهي حلقة زائدة تستنزف أموال العراقيين. بيّن الميثاق الوطني فيها وفي بيانه الأخير حول هذه الانتخابات على أنه أكثر من 30 مليار دينار عراقي شهريا تصرف إلى مجالس المحافظات للمتقاعدين ولهذه الدورة. إذا نحن أمام مبالغ مالية رواتب وامتيازات من دون أمور أخرى ومن دون فساد آخر سيتم فيها سرقة ميزانيات المحافظات من خلال تحكمهم بمصادر الدولة. مبالغ. إذن نحن نتكلم عن حلقة فاسدة تتحكم برقاب المحافظات. 30 مليار دينار عراقي شهريا تصرف لمجالس المحافظات، هذا طبعا جزء من عمليات وملفات فساد كبيرة. طبعا هذه الأموال بإمكانها أن تبني دول، ولكن في العراق مثل ما ذكرتم أستاذ عبد القادر النايل أن المشكلة في العراق تكمن في حكوماته المتعاقبة، وفي كل دول العالم كل الحكومات تنتج حلولا من أجل رفاهية المواطن، من أجل إدارة البلد بشكل أفضل والتركيز على المواطن، لأن الحكومة هي بخدمة المواطن. في العراق الحكومات هي عبارة عن مشكلة وسبب للمشكلة وناتج للمشكلة ومشكلة في مشكلة. ابقى معي أستاذ عبد القادر لو سمحت. الشيخ طامي المجمعي المتحدث الرسمي لمجالس أعيان وشيوخ عشائر صلاح الدين، أهلا بك مرة أخرى. شيخ طامي، يعني وصل العراقيون إلى قمة من الإدراك والوعي بأن الحكومات المتعاقبة التي جاء بها الاحتلال الأمريكي ما هي إلا مشكلة وسبب ومسبب لمشاكل العراق، ولكن هنا يعني عشائر العراق عندما قاطعت انتخابات مجالس المحافظات، معلوم أن ملفات الفساد هي طبعا سبب من الأسباب، هذه الوجوه التي يعني يعاد تدويرها كل 4 سنوات هي متهمة، بل هي فاسدة، يعني وهي تعترف أمام الملأ وأمام الفضائيات بأنها فاسدة وتتقاسم كعكة العراق وتنهب ثروات العراقيين على الملأ، يعني ليس هناك خجل ولا وجل يعني. ولكن لماذا شيوخ العشائر قاطعوا الانتخابات وقالوا إنها تسبب يعني تفسخ في النسيج الاجتماعي العراقي وترسخ الطائفية، ما الأسباب؟ تحية طيبة لك ولضيوفك الكرام ولجميع مشاهدي قناة الرافدين الأكارم، حياكم الله شيخ. يعني صراحة ما يخفى عليك ولا على جميع أبناء الشعب العراقي بالنسبة لهذا الموضوع، مجالس المحافظات هو نقدر نسميه مجلس الفساد والسرقة بشكل قطاع وفق القانون للجهات السياسية المتنفذة اللي استولت على زمام الأمور من 2003 إلى يومنا هذا. بالنسبة للمقاطعة شيوخ العشائر، للأسف شيوخ العشائر الأصلاء جلسوا في مضايفهم وتركوا الآخرين من السياسيين اللي قاموا بتنصيب شيوخ هم بالأصل مو شيوخ وإنما تابعين إلى جهات سياسية لترويج أفكارهم السياسية بالنسبة للعشائر، لكن هذول الموجودين بالعشائر هم فئات محدودة ما استطاعوا أن يأثرون على شيوخ العشائر الأصلاء ولا أبناء الشعب العراقي كشباب أو رجال أو نساء ويسيطرون عليهم. فالدليل بالانتخابات الحالية أكثر من 90% اللي قاطعوا الانتخابات، لكن تدري المفوضية حتى يكون رأي عام بالإعلام وكذا، لأن أغلب الإعلام هو مسيس للجهات السياسية، فروجوا بأن هناك نسبة الانتخابات من 20% إلى 40 أو 50%، لكن من نجع الحقيقة هم ما يوصلون 10% من نسبة السكان العراق اللي شارك بالانتخابات الحالية. بالنسبة للجهات السياسية المتنفذة لنفس الوجوه السابقة
كل 4 سنوات تظهر لنا نفس الوجوه، لكن اكو وجوه جديده تابعه لنفس الجهات السياسيه الفاسده في هذا المجلس، وهم تحت راده وسيطره المتنفذين والفاسدين اللي سرقوا اموال الشعب العراقي من 2003 الى يومنا هذا. ابتكروا خطه جديده بالنسبه للجهات والاحزاب السياسيه المتنفذه. بالنسبه مثل ما تفضل الاستاذ عبد القادر قال بالنسبه للشيوخ العشائر قاموا بترشيح ابنائهم وكذا وما استطاعوا ان يحققون فد شيء من الانتخابات. انا اكد كلامه هو اضافه الى هاي الاحزاب قامت بابتكار الشيوخ جدا حتى يشتتون النسيج الاجتماعي بالعشيره الواحده. فبالنسبه مثلا يعني سين من الناس عنده مسؤول جهه سياسيه، وصاد من الناس مسؤول جهه سياسيه، هذا اجى حتى لا يخلي سين من الناس يفوز بالانتخابات ويصير له حظوه ويسيطر على هاي العشيره، رشح شخص مقابله ثاني حتى يشتت اصوات العشيره ويفوزون الشخص اللي يريده اللي تابع لهم وباصم على ورقه الاستقاله او ورقه الاوساك او كمبياله او كذا او مبالغ او ضمانات لهاي الجهه السياسيه. للاسف احنا وصلنا الى مستوى متدني جدا من ناحيه الخدمات ومن ناحيه الفساد. احنا نتمنى ان تكون هناك ثوره عشائريه للقضاء على هاي البؤره الفاسده من السياسيين اللي موجودين اللي حكموا البلد من 2003 الى يومنا هذا. نعم، ابقى معي الشيخ طامي المجمعي لو سمحت. ارحب بالشيخ فايز الشاوش المتحدث الرسمي باسم مجلس شيوخ عشائر الثوره العراقيه. مرحبا بك شيخ فايز. مقاطعة الانتخابات ليست فقط من يعني عشائر عراقية، مقاطعة الانتخابات من فئة مهمة وهي فئة الشباب، مثلما ذكر ذلك مسؤول القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين الدكتور مثنى حارث الضاري. يعني وهناك يعني من داخل العراق شواهد تدل على أن الشباب هي الجذوة المتقدة، سبق وأن أسقطت مجالس المحافظات من قبل، أسقطت النظام أو صنم النظام السياسي من قبل في ثورة تشرين، ولكن يعاد من جديد إحياؤه عن طريق الموضوع أو عن طريق المرض أو السرطان الطائفي. كيف أعيد إنتاج الطائفية من خلال الانتخابات ومجالس المحافظات وإفرازات النظام السياسي خلال هذه المرحلة؟ تحية لكم وإلى مشاهديكم الكرام وإلى ضيوفك الكرام. طبعا بكل تأكيد من البداية وهيئة علماء المسلمين وجميع القوى الرافضة للاحتلال ومخلفاته هي شخصت أخطاء هذا المشروع السياسي الذي جاء به المحتلون الأمريكان بالتناغم مع المصالح الإيرانية في المنطقة، وبالتالي لماذا عزفوا عن هذا، يعني شخصوا أخطاء هذه العملية السياسية، لأن أول ما جاءوا هذا ودخلوا العراق منذ 2003 أخذوا على عاتقهم كيف يتحركون على الوضع الطائفي، أي يستخدمون الوضع الطائفي للالتفاف على عقول الشعب. وللأسف بعض السذج من أبناء الشعب العراقي أو الذين لا يملكون الوعي السياسي، وبالتالي منذ تأسيس أول حكومة في 2005 أخذت الحكومة أول حكومة بوعود بإعطاء وعود للشعب العراقي بتحقيق الخدمات والقضاء على البطالة وتحسين التعليم وتحسين مفردات البطاقة التموينية والكهرباء والماء وغيرها. وبعدها رأى الشعب العراقي بأن هذه الحكومة وكل الحكومات المتعاقدة أخذت نفس الأسلوب من وعود كاذبة ولم يتحقق منها أي شيء، وبالتالي أخذ هذا الشيء يزداد الوعي لدى الشعب العراقي بأن هذه الأحزاب الحاكمة والتي هي ولاء للخارج وليس ولاء للعراق، أخذ الشعب العراقي يزداد وعيه حتى وصل للعزوف إلى الانتخابات، والتي وصلت في الانتخابات السابقة البرلمانية في عام 2018 إلى 7%، والآن هذه الانتخابات انتخابات مجالس المحافظات لم تعبر الانتخابات من 5 إلى 6. نعم،
شيخ فاز شاووش، سنعود الاتصال بكم مرة أخرى، هناك خلل في الصوت وانقطع من المصدر، نعتذر منك، سنعود الاتصال بك مرة أخرى. شيخ أستاذ عبد القادر النايل، بعود إليك مرة أخرى، من أجل هذا النظام السياسي الذي يرفضه العراقيون، يعني مشاركة مخجلة لتجار العملية السياسية من 7 إلى 10% عام 2018، مقاطعة 20% مشاركة، ثورة تشرين جاءت وأسقطت مجالس المحافظات وأسقطت هذا النظام السياسي برمته وأعيد إحياؤه مرة أخرى، ولا نعرف الأسباب الموجبة لإحياء هذا النظام الذي لم يقدم شيئا للعراقيين. قدم إنجازات، من ضمن الإنجازات التي لا يمكن يعني إخفاؤها حقيقة، يعني تغييب مئات الآلاف، تهجير الملايين، بناء المعتقلات والسجون، تفشي الرشوة في جميع مفاصل الدولة. هذه إنجازات عظيمة لحكومات ما بعد الاحتلال عام 2003، والتي بسببها طبعا هذه النسبة المتدنية بلا شك لانتخابات مجالس المحافظات وغيرها من ما يتعلق من ملحقات العملية السياسية. هذه الإنجازات هل ستستمر يا ترى؟ هل ستستمر قمع الكلمة الحرة؟ هل ستستمر مشاريع التغيير الديموغرافي وتهجير المدن؟ هل ستستمر عدم بناء المدن المدمرة منذ عام 2014 إلى الآن؟ يعني حقيقة ما بين تساؤل ضيفك الكريم الشيخ طامي وتساؤلك يذكرني مشروع الذي يعمد على المنطقة، أعد من سبعينيات القرن الماضي، تكلم عليه بإسهاب في كتابه بين عصرين برجنسكي المستشار الأمن القومي الأمريكي، يتكلم عن لماذا هناك شيوخ مرادفين للشيوخ الحقيقيين، تساءل ضيفك وتتساءل جنابك هل يكون هناك تطور أو بقاء تغيير ديموغرافي أو غيرها. يقول أنه على قوة الاحتلال أن تدعم تأسيس منظمات وهمية لضرب المنظمات الأصيلة في أي بلد تحتله، ولا سيما بالأوطان العربية، من أجل زيادة التفكيك المجتمعي، وبالتالي صناعة شيوخ وهميين لضرب الشيوخ الحقيقيين، هذا مشروع الاحتلال بحد ذاته، وهؤلاء يطبقون هذه المفردات لأن الاحتلال جاء بهم لتنفيذ هذه المخططات، وبالتالي عمليات التفكيك الاجتماعي مستمرة، وهذا التفكيك لابد أن تضرب فيه الكلمة الحرة الصادقة بالكلمة وإيجاد الكلمة الطائفية الخبيثة، وبالتالي ضرب عمليات النسيج الاجتماعي يكون بإحياء الطائفية والعرقية كما هو يتناولها في مشروعه، وبالتالي يراد تطبيقه الآن بشكل واضح وصريح، ومن خلال هذا لا يأتي إلا من خلال التغيير الديموغرافي والتغييب. لذلك هذه المشاريع سواء بالفساد أو بعمليات التطهير العرقي أو إشاعة الطائفية أو صناعة منظمات كدينية لضرب المنظمات الأصيلة الحقيقية أو عشائرية أو اجتماعية أو ثقافية، هذا يشبه إلى حد ما إنشاء تشكيلات الصحوة لضرب المقاومة؟ بالتأكيد، وتأسيس مجالس شرعية أو مجالس دينية لا وجود لها من أجل ضرب هيئة علماء المسلمين، وتأسيس شيوخ فرعيين لا وجود لهم بالمشيخة حتى يكثرون في العشيرة الواحدة، تجد 20 شيخ لضرب الشيخ الحقيقي، قامات شعرية وثقافية تضرب بشعر هزيل واطي طائفي مقيت، وبالتالي تسليط الإعلام. ويقول هو برجنسكي في كتابه، يقول وهو مشروع طبعا بالتأكيد للاحتلال ينفذ على أرض الواقع، يقول نستخدم كل إيجاد هؤلاء عن طريق التسويق الإعلامي، وبالتالي تجد أن هؤلاء مسوقين إعلاميا بينما تحارب الكلمة الحقيقية. يعني الرافدين قناة عراقية كبيرة وطنية، بماذا ضربت؟ ضربت عندما تم إنشاء قنوات طائفية ودعمت بالمال يسمح لها بالعمل داخل العراق، بينما القناة الحقيقية لا يسمح لها وتطارد، وهكذا للشخصيات العراقية والإقامات الثقافية.
إذن هو مشروع احتلالي، هذا الذي أريد أن أصل، مصنوع لنا منذ عام 1970، أورده حقيقة في كتابه لأنه ينصح باحتلال الوطن العربي، ينصح بإيجاد هكذا منظومة وبالتالي الآن تطبق بشكل حقيقي وواقعي. لماذا أنا أقول دائما أن هذه المجالس المحافظات أو هذا المجلس بالذات الذي جاء بعد انقطاع وإنهاء تواجده في تظاهرات تشرين، ولماذا تصر القوى الاحتلال الأمريكي على إيجاد هكذا مشروع أو عودة إلى مجالس المحافظات؟ كما تعلم جميع الدول تعمل بطريقة البلديات، يعني مجلس بلدي وبلدية لكل قضاء لأنه خدمي، وبالتالي هؤلاء يكونون من المنظمات، من منظمات المجتمع المدني، حتى من انتخابات محلية لكن تشارك فيها المنظمات القانونية والطبية وغيرها لإيجاد فرصة لخدمة هذا القضاء أو هذه المدينة. إلا في العراق يسمى مجالس محافظات، مجلس سياسي تتصارع في الأحزاب. لماذا؟ لأنهم حقيقة يريدون إيجاد أحزاب سياسية، لا يريدون أن تكون هناك منظمات حقيقية للوصول إلى السلطة أو إلى إدارة هذه المجالس البلدية. يعني شيخ العفو، الشيوخ الوهميين الذين تم صناعتهم لضرب الشيوخ الحقيقيين. أستاذ عبد القادر، يعني في مداخلة، يعني هل هذا الأمر فقط وجد في العراق تحديدا لأنه احتل؟ لماذا لا توجد العشائر في دول الخليج ولكن لا يوجد فساد؟ المشكلة أين؟ المشكلة في مشروع الاحتلال. ما أنا أسلفت لك، مشروع الاحتلال عندما جاء لتخطيط تفكيك المجتمعات. عندما نعود إلى المشاريع التي نصح في أنه لا يمكن تحقيق أمن إسرائيل إلا باحتلال الأوطان العربية، والأوطان العربية هي مجموعة من الديانات أو المذاهب يمكن تجزئتها على أساس ديني، وبالتالي يسمح للأحزاب الدينية بالمشاركة بالسلطة. هذه ليست تفسيرات، هذه قوانين للاحتلال وضعت منذ السبعينيات ونصائح مثمنة يعمل عليه الاحتلال الأمريكي. إذن هي تعتبر ركيزة من ركائز الفوضى الخلاقة، ركيزة من ركائز الفوضى الخلاقة، ولذلك تدعم هذه الانتخابات. ولذلك عندما تقول الانتخابات مشاركة ضئيلة فيها، وحتى المفوضية عندما تعلن وتدلس على أن الانتخابات 41% بالقسمة على 16 مليون الذي حدث أو استلم البطاقة البيومترية، طيب وال 23 مليون الذي يحق لهم انتخاب؟ إذا رجعنا على هذه القسمة نجد أن الانتخابات حسب ادعاء المفوضية 27%، إذا أيضا نسبة ضئيلة. ولماذا إلى الآن لم تعلن النتائج؟ هاي سؤال مهم تماما. إلى هذه اللحظة لم تعلن النتائج ويصادق عليها بشكل رسمي، لأنه الأصوات المعلنة والفائزين المعلنين أوراقهم ليست موجودة في الصناديق، يعني الصناديق ليست فيها 6 ملايين بطاقة انتخابية. ولذلك التجأوا إلى أين؟ رغم عدم وجود اعترافات، رغم تطابق الأرقام الموجودة بالأوراق الإلكترونية للصناديق الاقتراع، هم ذهبوا بدون اعتراضات إلى العد الفرز اليدوي. لماذا؟ لأنهم حتى يدخلون بطائق تصل إلى 6 مليون ويتم توزيعها على الأسماء الموجودة الفائزة. هذا هو كل المسرحية التي تقوم فيها المفوضية، رغم ذلك لم يصل إلى 27%. إذن نحن نتكلم حقيقة عن انتخابات يراد منها صناعة حقيقية لاستمرار مشروع الاحتلال. ولماذا أقول لك أخطر مشروع الآن مجالس المحافظات؟ لأن المهمة الموكلة، وركز علي بين قوسين، لهذه المجالس ليست السرقات المالية، فهم يسرقون طوال 20 عاما، ليست لأنهم يريدون تقديم خدمات، فهم سرقوا بأرقام وهمية كبيرة تماما، لم نشهد بناء مستشفيات ومدارس وغيرها، فقط طرق ويصور على أنها إنجازات. هذه المجالس حسب ما يقول برجنسكي في بين صراعين، بعد 20 عام من الاحتلال لأي وطن عربي، هكذا هو يقول، لابد من إيجاد حكومات محلية تعمل على التفكيك الأخلاقي للمجتمع. ولذلك سجلها علي، ونحن بعد لم يباشروا هؤلاء مجالس المحافظات، ولم يجلسوا على كراسي مجالس المحافظات، وأنا أقولها قبل أن يجلسون، مهمة مجالس المحافظات القادمة
العمل على التفكيك الأخلاقي للمجتمعات العراقية كل حسب محافظته. سيتم دعم الفاشينستات، وسيتم دعم الحفلات الماجنة، وسيتم دعم الفسوق والفجور في المحافظات العراقية، لأن الوظيفة الاحتلالية بعد 20 عاما تقتضي العمل على التفكيك الإخلاقي. ولذلك هذه المجالس ستكون مهمتها القادمة دعم الدعارة والفساد وسوء الأخلاق والمخدرات وما كل شيء يذهب باتجاه إخراج المجتمع عن عاداته وتقاليده ودينه. وسجلها بعد عدة شهور ستعود علي وعلى هذا الكلام، وستجد أن الدعم والأموال التي تصرف لهذه المجالس ستكون لحقيقة إفساد أخلاق الشباب العراقي، لأنهم يخشون من الشباب العراقي، لأنه هو 65% الآن من المجتمع العراقي، وهذا الشباب واعي ومدرك لحقيقة هؤلاء ولحقيقة الاحتلال، وبالتالي يريدون إزاحته من التأثير، ولن تكون الإزاحة إلا بإدخال المفسدات عن طريق هذه المجالس. نعم أستاذ عبد القادر، أبقى معي لو سمحت. طامي المجمعي، يعني بعد ثورة تشرين أصبح الشباب يهدد النظام السياسي في العراق، يهدد نظام المحاصصة، يهدد فساد قوى العملية السياسية، يهدد الأموال التي تذهب إلى إيران، الأموال الضخمة بالمليارات. أصبح هؤلاء الشباب لابد أن يخطط لابد من عمل مشروع عبارة عن صناعة شيوخ وهميين، عبارة عن صناعة أنظمة داخلية تحارب الأنظمة الرئيسية. معروف عن العراق أنه فيه منظومة اجتماعية عشائرية تحث وتحض على القيم الأخلاقية. هل يا ترى تنجح أو ستنجح هذه المشاريع بصناعة شيوخ وهميين مستفيدين من العملية السياسية، أو صناعة أنظمة من داخل الأنظمة الحقيقية النابعة من القيم الإسلامية العربية العروبية العراقية الأصيلة؟ هل ستنجح هذه المشاريع في ضرب النسيج الاجتماعي العراقي، وخاصة هم ذاقوا ويل الشباب في ثورة تشرين، وماذا فعلوا وكيف استطاعوا أن يقنعوا الرأي العام العراقي بأن هذا النظام الخلاص منه هو خلاص للعراقيين؟ أستاذ العزيز، بس أضف جملة مثل ما تكلم أستاذ عبد القادر. بالنسبة للانتخابات هاي الحالية اللي هي نسبتها تقريبا بحدود 10% او اقل، او دعنا نسبه قليله جدا. بالنسبه هاي الانتخابات صارت فرض اراده بالنسبه على الاجهزه الامنيه، يعني قوات الحشد اللي موجوده اللي عددها مئات الالاف موجوده، فرضوا على كل عنصر بها في محافظات الغربيه ان كل عنصر يجيب 10 بطائق مال ناخبين ينتخب الجهه اللي تابع لها هذا الفصيل او ذاك الفصيل. يعني مثلا انت تابع الفصيل مسلح، مثلا لو فرضنا للعصائر، انت الواجب عليك انت كعنصر بالحشد ان تجيب 10 بطائق تجي تنتخب مرشح للعصائر او الفصائل الاخرى، سواء كانت بدر او كتاب الامام علي او النجباء او الفصائل الاخرى. هاي بالنسبه في المحافظات الغربيه، لان فرض اراده تدري هذا جاي للحشد من لا شارع حتى يعيش، يعني احكي على محافظاتنا اللي موجوده. بالنسبه للي شاركوا بالانتخابات من المدنيين، من الشباب او الرجال او النساء، اللي هاي النسبه الضئيله هم اجوا بدافع المال عن طريق الشيوخ او الركائز اللي معتمديها باعتبار شراء ذمم، يعني شراء الاصوات يدفعوا لهم مبالغ حتى ينتخبون. قيمه الصوت الواحد وصل في بعض المحافظات وفي بعض المراكز الى 500,000. ما شاء الله، جيد. زين، اضافه للتزوير، وخاصة المحافظات مثل محافظة صلاح الدين وديالة وال الصوت الواحد 500,000، قيمة الصوت الواحد 500,000 إلى 500,000 دينار للصوت الواحد، شراء الذمم اللي موجودة، إضافة للمغريات اللي موجودة بأن أكو تعيين وأكو كذا وأكو سوي استمارة وراح نعينك وأنت ويانا بالحزب وراح نعطيك راتب، انطوهم رواتب قسم من عندهم فترة 3 أشهر الدعاية الانتخابية اللي قبل الانتخابات كانوا ينطون للشباب
راتبه تدري هو بالنسبة إلى عاطل عن العمل ويريد يعيش ويعيش عائلته، فمجبور يروح يسوي دعاية. بس الأغلب اللي من عندهم يعني مثلا اللي جاب مثلا مراقبين انتخابات مثلا 1000 أو 2000 زين، هذول بالنسبة اشتروا الزمن مالتهم بس بالنتيجة ما راحوا انتخبوا، وصارت مشاكل وطلعت بالتواصل الاجتماعي وبعض الإعلام من دعوا بالفلوس اللي دفعوها للشباب اللي اشتغلوا ويا القتلة السياسية جهات السياسية المتنفذة. بالنسبة للشيء عليهم اللي يتابع المشروع الاحتلال، طبعا الشيء عبد القادر حكى قال مشروع الاحتلال الأمريكي، لا هو مو بس الاحتلال الأمريكي، الاحتلال الأمريكي والإيراني، لأن إحنا بالنسبة لهذا مشروع إيراني أمريكي صهيوني على احتلال العراق وقسم من الوطن العربي. بالنسبة لهاي الشيوخ الوهميين عن طريق السياسيين اللي موجودين اللي راحوا بصموا في طهران ونصبوهم الشيوخ، وهم أصلا ما يمدون للشيخ بالأصل وإنما هم شيوخ كلك، هذول عن طريقهم انطوهم الجهات السياسية مبالغ مادية، سيارات تاهوات ومضايف وصخرة، والشباب اللي تابعين هاي الجهات السياسية بأن يطلقون عليه كلمة الشيخ أو ما شابه ذلك، وماشي وحمايات وتنجز معاملاته في دوائر الدولة. أما بالنسبة لشباب تشرين، شباب تشرين الحمد لله والشكر لحد الآن هم التشرينيين مستمرين على مقاطعة الانتخابات ومقاطعة الانتخابات في البرلمان وفي مجلس المحافظة وفي البرلمان القادم. وأنا يعني أدعو شباب تشرين من خلال قناتكم الغراء بأن تكون ثورة ضد الفاسدين وتعاد ثورة تشرين السابقة بالأيام القادمة إن شاء الله. نعم، ابقى معي لو سمحت شيخ طامي، سوف أعود إليك. شيخ فايز الشاويش، بعد أن انقطع الاتصال، المتحدث الرسمي باسم مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية. شيخ فايز مرحبا بك مرة أخرى. شيخ فايز، يعني سعد عبد القادر النايل تحدث وقال هناك أمر خطير يدبر بليل من خلال مجالس المحافظات، مجالس المحافظات المهمة الموكلة إليها ليست السرقة، هناك 20 عام مضت والسياسيون يسرقون مليارات الدولارات ويهربون إلى خارج العراق، و1100 مليار دولار لا يعرف مصيرها، وقضية الفساد الكل يعرف والصغير والكبير في العراق، ولكن المهمة الأخطر والخطيرة جدا هي أن هذه المجالس موكلة إليها مهمة إيجاد حكومات محلية تعمل على التفكيك الأخلاقي للمجتمع العراقي، المجتمع العشائري، المجتمع المحافظ على القيم العروبية والأخلاقية والعشائرية والإنسانية. إلى أي مدى تتفق مع ذلك؟ يعني بكل تأكيد، بعد التحية لكم وإلى ضيوف الكرام والأستاذ الشيخ عبد القادر، على أي كلام الأخ الأستاذ عبد القادر، لأنه الآن المرحلة القادمة هي ليس مرحلة سرقة المال، لأنه مكتسب خلال 20 عام، ويبدو بأن المشروع الإيراني لديه أهداف أخرى، وهي وخاصة في المحافظات الغربية من خلال اللعب على الوتر الطائفي وعلى خلق نزاعات عشائرية أو فتن بين القبائل والعشائر العراقية. وبالتالي هناك وعي لدى الشارع العراقي وخاصة لدى الشباب من خلال هذه 20 عام الذين حكموا به، والذين كل الحكومات التي حكمت أعطوا الكثير من الوعود والتعهدات لأبناء الشعب العراقي من تحقيق الخدمات والقضاء على البطالة وبناء المدارس وتحسين البطاقة التموينية. وبعد هذه 20 عام تم كثر الوعي لدى الشعب العراقي واليأس، ووصلوا إلى حالة اليأس بأن هذه الوعود كلها جميعها كاذبة، وأي حكومة تأتي نفس الأسلوب تستخدمها الحكومة التي سبقتها، وعندما تنتهي تأتي الحكومة الأخرى ونفس الأسلوب، لم يحققوا لدى الشارع العراقي شيء. وبالتالي الآن أصبح الشعب العراقي واعي جدا لكل المخططات. أما بالنسبة لشيوخ العشائر أو العشائر، الآن أصبحت أبناء العشائر لم تلتزم ببعض توصيات بعض شيوخها الذين تأثروا بجمع المال
أو بالمغريات عن طريق السياسيين، بل إنما الآن التوجه لدى الشباب العراقي وأبناء الشعب العراقي هو توجه وطني عابر العشائرية، ومع كل ذلك هم يلتزمون بأعرافهم العشائرية، ولكن هذه المسألة هي ليس مسألة عشائرية، بل إنما مسألة وطن ومسألة هوية ومسألة مستقبل أجيالهم وأبنائهم في السنوات القادمة. نعم، ابقى معي شيخ فايز الشاووش، سوف نعود إليكم مرة أخرى. أستاذ عبد القادر النايل، بالعودة إليكم مرة أخرى، يعني الانتماء إلى الوطن يعني مسألة مهمة جدا، يعني من خلال الانتخابات في جميع دول العالم نرى الانتخابات هو يكون عرسا وطنيا من أجل يعني تجديد الدماء، من أجل تبادل الخبرات، من أجل التطوير. لماذا العراق فقط؟ هل المشروع مشروع الاحتلال بعد مرور 20 سنة وتتحدث أستاذ عبد القادر عن مرحلة خطيرة جدا وهي مرحلة التفكيك وضرب الأخلاق والتفكيك، التفكيك النسيج الوطني، تفكيك النسيج الاجتماعي، تفكيك يعني بث الخراب الأخلاقي، يعني هناك أمر خطير يجري في العراق. يا ترى من الموجه الآن؟ لا نتحدث عن البديل، يعني أقصد يعني كمجتمع عراقي تسوده العشائرية منذ زمن بعيد، هل الآن دور العبادة هي أصبحت الملاذ الوحيد؟ يعني أئمة المساجد مثلا، الخطباء، يعني يعني الرؤوس الكبار في أساتذة من أساتذة الجامعات، من الموجه للمجتمع؟ مع العلم أن الاغتيالات حاضرة، الميليشيات المسلحة حاضرة، السلاح الإقليمي كله في العراق، إلى أين يتجه العراق بعد مجالس المحافظات هذه؟ يعني أسلفت لك على أنه هذه المهمة الخطيرة لهذه المجالس وهو التفكيك الأخلاقي، وستستخدم الأموال والميزانيات لهذه الغرض، سواء بمساعدة الأمم المتحدة مما يسمى تمكين المرأة، أو بمساعدة منظمات إلحادية. بالأمس القريب تم إعلان للفاتيكان بأنه 7 مراكز عراقية ينصح بها الفاتيكان بالحج المسيحيين إلى العراق، وهو يرى أن المسيحيين يقتلون ويخرجون ولم يأبه لذلك. إذن القضية لا تتعلق بإيجاد آلية دينية، إيجاد منظمات تبشيرية للوصول إلى إفساد المجتمعات. إذن نتكلم عن التقاء حتى المتناقضين في التغريبة الثقافية للشعب العراقي. إذا نتكلم عن مرحلة الغزو الثقافي في العراق، الإيرانيون، أسلف ضيفك على أنهم جزء من القضية، نعم، لأنه يعني لا يمكن لك أن تواجه أصحاب المبادئ الصلبة، وبالتالي تذويب المبادئ الصلبة لدى الأجيال حتى نصنع جينا يكون كالعجينة نبني فيه ما نريد، لابد أن حقيقة أن نغيب ثقافته حتى تذوب هذه المبادئ الصلبة. فإيران لديها مشروع خطير الغزو الثقافي في تبديل ثقافات المجتمع وتحويلها من ثقافات إما موالية أو حيادية بعيدة عنها، حتى لا تشكل على غزوها الثقافي وتغيير الهويات الموجودة للمنطقة على ما تريد، وهذا حقيقة ما يجعلها تدعم الفساد والتفكيك الأخلاقي في العراق. ولذلك أن الميليشيات في الإطار التنسيقي على سبيل المثال تحمي سارات الروليت والملاهي الليلية وتحمي كثير من الحفلات الماجنة في بغداد، ومعلوم هذه القضية ليست نحتاج إلى شرح لها. لماذا وهي تدعي أنها موالية لإيران ونظام ولاية الفقيه؟ لأنهم يريدون إخراج هكذا مجتمع إلى ثقافات هجينة، وهذه الثقافات الانحلالية تستطيع أن تغرس فيها الثقافات التي يمكن أن تغير في المجتمع. المجتمع الغربي أيضا يريد تفكيك أخلاقنا حتى نكون ماديين بعيدا عن الأهداف الوطنية وننسلخ عن الوطن، وبالتالي تشيع فينا الفاحشة وتشيع فينا عملية الغزو الثقافي الذي يدبر ليس من الآن. الغزو الثقافي، نحن كنا في العراق
يعني جل الجامعات تدرس خطورة الغزو الثقافي منذ تسعينيات القرن الماضي، وبالتالي نعلم ماذا فعل الغزو الثقافي في عدة بلدان. لذلك حقيقة أيضا التقت هذه المصالح في هذه القضية. لذلك الآن بعد 20 عاما، ولماذا 20 عاما؟ لأن الاحتلال في استراتيجياته يعمد على أن هذه 20 ولد جيل جديد، هذا الجيل مغيب بالفوضى، وبالتالي إذا أنت ستساهم في بناء هذا الجيل من خلال هكذا غزو ثقافي، ولذلك يختارون رقم 20 بعد سنة الاحتلال للعمل على مشروع التفكيك الأخلاقي. من يتصدى؟ أنت تعلم تماما أن السلاح الأكبر في دعم كل الأمور الوهمية والصناعات التي تم صناعتها لضرب المؤسسات الحقيقية هو الإعلام، وبالتالي إذا تغييب الذين يريدون الوقوف وهم كثر، سواء أساتذة جامعات، مدارس، خطباء مساجد، مع أن هناك أيضا منهم التحق بالأطراف السياسية للأسف، والذي تدعو إلى الفجور هم يروجون لها، وكذلك أمور أخرى وعشائرية، كل هذه حقيقة صمامات الأمان الآن تغيب. اليوم العراقيين يستسقون معلوماتهم عندما نرى بإطارة البحث، ونحن متابعين في كل المحافظات عبر يعني قوى الميثاق وشباب وآخرين ومنظمات حقيقية وشخصيات فاعلة في المجتمع العشائرية. اليوم العراقيون يتابعون كل الأخبار وكل الثقافات عبر مواقع التواصل الاجتماعي. السؤال، من يسيطر على هذه المواقع؟ بالتأكيد هناك أجندات كبيرة لإدارة هذه المواقع وجعلها المواقع المشاهدة التي يحج إليها المشاهد العراقي. إذا مواقع التواصل الاجتماعي، مواقع التواصل الاجتماعي هي لها الدور الكبير بتوجيه فكر الشباب في العراق، وبالتالي تم تغييب عدم السماح للمنظمات الحقيقية أو الشخصيات التربوية أو العشائرية من أن تكون فاعلة في مواقع التواصل الاجتماعي. ترى هناك عمليات الحظر على مواقعها، التقييد، عدم حتى قبول التمويل الإعلاني لموضوع معين يراد منه صناعة وعي في العراق، يرى أن هناك حتى التمويل لا يقبل بحجة أن هذه القضية سياسية وهي ليست سياسية. بينما المواد الإعلامية الموجهة والتي تغزو ثقافيا عقول الشباب ترى أنها تمول وتقبل. إذن هناك عملية استهداف لمنع الأصوات العراقية الحقيقية الولوج إلى العقول العراقية، وبالتالي ترى تشجيع يعني التافهين والهابطين لقيادة الفكر الجمعي. ولذلك نرى الآن من يتصدر مشاهير ما يسمى في العراق أو في الوطن العربي، شخصيات تافهة إليهم. تافهة ومواضيع تافهة وهابطة، لكن يشاهد لها لأن هناك تضخيما إعلاميا وآلة إعلامية يراد تسويق هكذا. وإلا في العراق كفاءات، في العراق شباب لا يرضون بهؤلاء مطلقا، لا يمكن صناعة محتوى لا قيمة له، مجرد ضاحك أو مجرد يعني فاسق، لكن حقيقة هكذا يراد بهكذا هجمة. لذلك علينا أن نعي من هذه اللحظة أن هذه المجالس ينبغي أن نتعامل معها على أنها تريد تفكيك الأخلاق الاجتماعية وللمجتمع العراقي، وبالتالي ينبغي أن نجد من الآن آليات للتصدي وللصمود ولزيادة الوعي، والشعب العراقي حقيقة قادر على هذا التحدي بعون الله. نعم أستاذ عبد القادر، وفي نقاط مهمة ذكرها الأستاذ عبد القادر النايل الشيخ فايز الشاوش، بالعودة إليكم. الآن السوشيال ميديا هي التي توجه فكر الشباب، وهناك طبعا هي سلاح ذو حدين، وتستثمر الآن من قبل جهات معينة من أجل تفكيك المجتمع العراقي أخلاقيا. ما هي رسالتكم للشباب العراقي شيخ فائز؟ الآن الشباب بالتأكيد في كل أمة وفي كل دولة الشباب هو العنصر الفاعل والذي يشار له بالبنان، هل بعد استهداف القيم الأخلاقية والاستمرار في ذلك، من رسالة ترسلونها كشيوخ عشائر إلى الشباب العراقي؟ يعني بكل تأكيد العراقي ليس فاقد للعقلية، بل إنما الشباب العراقي أصبح الآن طاعي. هناك مسؤولية كبيرة على الشيوخ العشائر وعلى أبناء العشائر وأبناء المدن كذلك، وهي
يسأل الجميع بأنهم عراقيون ذات هوية ومسلمين وهويتهم عربية وعليهم تقاليد وعادات. يعني يجب على الجميع أن يلتزم بها حتى لا يكون الخطوط الخارجية التي نعم. ونعتذر منك شيخ فايز الشاوش لعدم وضوح الصوت من المصدر. على أي حال شكرا جزيلا شيخ فايز الشاوش لوجودك معنا في هذه الحلقة، المتحدث الرسمي باسم مجلس الشيوخ عشائر الثورة العراقية، والشيخ موصول للشيخ وشكر موصول عفوا للشيخ طامي المجمعي المتحدث الرسمي لمجلس أعيان وشيوخ عشائر صلاح الدين. وشكرا جزيلا لكم أستاذ عبد القادر النايل عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي ضيفي عبر سكايب. في الختام مشاهدينا الكرام تقبلوا مني أطيب تحية وفي أمان الله.